لالا أنس هي اللي مقدمه لينا، هو ميني كيك سالي واللي غادي نحتاجو فيه 180 غرام ديال الدقيق، نحتاجو فيه كذلك 100 غرام ديال البيبي اللي غيكون مدخن يعني دان فومي، يكون قطع قطع صغيرة قلنا 100 غرام، 100 غرام كذلك نحتاجوها ديال الفرماج اللي غيكون محكوك، بالإضافة لعلبة الفطر الصغيرة. كذلك غنحتاجو سيداتي 150 مليلتر ديال الحليب و 50 مليلتر ديال الزيت والملح والإبزار وثلاثة ديال البيضات بالإضافة لخمارة واحدة. غادي نحط نعاود مرة أخرى المقادير، قلنا غنحتاجو 180 غرام ديال الدقيق بالإضافة ل 100 غرام ديال دان فومي تكون مقطعة قطع صغيرة، كذلك نحتاجو واحد 100 غرام أخرى ديال الفرماج حمر محكوك بالإضافة لعلبة ديال الفطر صغيرة و 150 مليلتر ديال الحليب. كذلك غنحتاجو سيداتي 50 مليلتر ديال الزيت، شوية ديال الملحة وشوية ديال الإبزار، وغنحتاجو كذلك ثلاثة ديال البيضات وخمارة واحدة. إذن هي ميني كيك سالي واللي هي تقديم صديقتنا أنس، والصورة فهي مرفقة لكل السيدات اللي باغين يشوفوا يعني النتيجة النهائية. بالنسبة لطريقة التحضير فاحنا كنخلطوا الدقيق والحليب والبيض والزيت والملحة على حسب الذوق، قلنا غنخلطوا الدقيق والحليب والبيض والزيت والملحة على حسب الذوق. غنحتاجو كذلك نخلطو الخمارة ونخلطوها مزيان مزيان مع القطع ديال لادان فومي اللي كتكون مقطعة كيف ما قلت لكم، والفطر كذلك اللي كيكون حيدنا له داك الماء صفيناه وقطعناه، فرماج اللي تيكون محكوك، وكنخلطو كلشي مزيان. ومن بعد كنخلو الخليط في واحد القالب اللي كيكون مدهون، كندخلوه للفران حتى اللي كيكون ديجا سخون من قبل على درجة 180 درجة مئوية. اذا كذلك غادي نخليوه على خاطرو ممكن نديرو واحد شويه ديال الفرماج دو كوتي باش فاش كنساليو هاد الميني كيك وكنخرجوه من الفران فحنايا كنحكوها اولا كنحكوها من الفوق تجي المنظر لذيذ. هاد الميني كيك فهو زوين بزاف، ولا فات لتحت كتجي يعني شيشه، نقدروا نستعملوها. نسولو سيده صديقتنا انس واش نقدروا نوجدوها على اتساع، نوجدوا منها بزاف ونخبيو كلشي في الفريغو، جاي رمضان غنحتاجو من هاد الشهيوات بزاف.